مشاهدينا للمزيد حول الموضوع ينضم الينا من بغداد العميد الركن خليل الطائي مستشار مركز الامه للدراسات والتطوير للشؤون العسكريه والامنيه. اهلا بكم سياده العميد الى استوديو الرافدين. يعني كيف تقرا اعاده انتشار القوات الامريكيه في الفلوجه وكركوك خلال الاسبوع الجاري؟ ما الغايه العسكريه من هذا الانتشار؟ حياك الكريم. حياك الله. اخي هناك ثوابت ومتغيرات في الاستراتيجيه العسكريه الامريكيه في العراق والمنطقه كامله. الثابت هو ان الولايات المتحده الامريكيه لا تزال تمارس احتلالها في العراق. اما المتغير فهو ان تواجدها وانفتاحها واعاده انتشارها في هذه القاعده العسكريه او تلك يعتمد على المتغيرات الميدانيه ونوع وحجم التهديد والجانب الاقتصادي الأمريكي، وهذه المتغيرات هي من تحدد الخطة التعبوية المستقبلية. في هذه المرحلة جميع الدلائل تشير إلى أن الاستراتيجية العسكرية الأمريكية الجديدة قد بنيت على تقليص جغرافية الانتشار، لذلك رأينا قرار انسحاب القوات الأمريكية من سوريا وأفغانستان، وهذا طبعا في دلائل عديدة. أهم هو أن واشنطن سواء بوجود ترامب أو الرئيس القادم تسعى لحصر ساحة معركتها وعدم تشتيت الجهد وتقليل الاستنساخ سواء على مستوى المعدات أو العديد أو التمويل المالي. نعم. يعني سادة العقيد، يعني وول ستريت جورنال كشفت عن طلب من مسؤولين في بغداد، طلبوا من بومبيو بقاء القوات الأمريكية في العراق. يعني هنا المفارقة أمام الإعلام، خروج المحتل الأمريكي، هذا ما ينادي به يعني الحكومة العراقية بشكل عام، أما ربما من تحت الطاولة بقاء القوات الأمريكية ربما يحفظ بعض المناصب التي يستثمرونها في مصالحهم. أخي الكريم، الحكومة العراقية واللي حقيقة سلطة هي لا تطلب أمريكا البقاء، بل أمريكا هي من تفرض تواجدها في العراق، كما الاحتلال موجود منذ عام 2003 وإلى يومنا هذا، ولكن هو يناور ويغير في إعادة انتشاره. ولذلك رأينا قدوم ترامب لقاعدة عين الأسد دون المرور بسلطة بغداد، وظهور القادة الأمريكان وجنودهم في أحياء بغداد سواء في شارع المتنبي أو في شارع فلسطين المسيطر عليه بالكامل من قبل. لو قاطعنا هذه الأحداث مع الضجة الإعلامية لمنصبي الدفاع ما يسمى مجلس النواب، يتضح لنا بأن أمريكا ترسل رسالة بأنها موجودة وهي من تحكم وتتحكم في العراق، وما دون ذلك هم عبارة عن أدوات ومجاميع يقادون ولا يقودون. نعم سيادة العميد، يعني بالنظر على الأرض ماذا قدمت القوات الأمريكية للعراقيين خصوصا في محور مقاومة أو مكافحة نفوذ إيران بالعراق، قص أذرع ميليشياتها فرضا، هل هذه التصريحات واقعية؟ أخي، أمريكا تتلاعب دائما بالملفات الأمنية، وليس أمريكا وحدها، وهناك تنسيق وتبادل أدوار بين أمريكا ومجلس الأمن والأمم المتحدة. لذلك نرى أمريكا الإيراني والعقوبة في سوريا، مجلس الأمن بقيادة يقف مع نظام بشار، وفي اليمن الأمم المتحدة بقيادة غريفيث تدعم وتساند ميليشيا الحوثي. أما في اليمن جميع الشعب العراقي، لذلك هذا الموقف السلبي ينعكس على انتشار مجاميع وميليشيات إرهابية تتصدرها إيران التي توغلت وتغولت وتكاثرت وانشطرت هذه الميليشيات على حساب دماء العراقيين. إذا واشنطن لا يعنيها سواء تكاثرت الميليشيات أو لم تكاثرت، سواء ومكانتها في المنطقة. الموقف لا يخص العراق فقط، يخص منطقة الوطن العربي وبالذات منطقة الخليج. لذلك ما يروج معركة بين إيران وأمريكا حالي غير صحيح، وأمريكا عندما تستخدم هي عبارة عن معركة التلويح بالقوة فرض المزيد من العقوبات على إيران. ولذلك نرى أمريكا تكافح في العراق
وبنفس الوقت طهران إذا هي سياسة التلويح بالقوة. نعم العميد الركن خليل الطائي مستشار مركز الأمة للدراسات والتطوير لشؤون العسكرية والأمنية، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لكم.